السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معاكم زياد هادي أستاذ آلة العود ونظريات من العراق الحبيب. تحياتي لكم في العالم العربي وفي العراق وفي العالم، وأهلا وسهلا بكم. واليوم احنا عدنا شلون تعرف النغمات من خلال الأصابع، من خلال النوت الموسيقية. احنا اخذنا السلم او السلم الموسيقي والمدرج وكيف يكون، لكن كيف يطلع على الأصابع، يعني احنا عندنا كيف يخرج على الأصابع. اخذنا وطبقنا انه السلم الموسيقي يكون على زند العود بالعجم، لكن بالنوت الموسيقية كيف يكون على المدرج وكيف تقرأ الأصابع. خلينا نروح نشوف الصبورة ونرجع. اخواني هذا هسه احنا راح نشوف المدرج، هذا مثل ما قلنا احنا خمس خطوط نرسم، وهذه خمس خطوط وهي اربع فراغات. المفتاح نخليه في بداية الخط الثاني، مفتاح صول، والسلم من راح يطلع طلعناه بالاصابع راح يكون عندنا هذا دو، هذا دو اللي هو قرار اصبع الثالث، وري راح يصير مطلق والمطلق معناته فقط بالريشة، ومي اللي هو هذا ري، طبعا هذا مي راح يصير عندنا اصبع ثاني، او خلينا نكتب بالانجليزي لانه في كثير من الناس العرب ما يقرون الارقام مالتنا في العراق اللي نستخدم في العراق. هذا عندنا هذا 3 وهذا 2 اللي هو مي، وعندنا الفا اللي هو ايضا 3 ثالث، وعندنا الصول اللي هو مطلق، وعندنا اللا اللي هو اصبع ثاني، وعندنا السي اللي هو اصبع رابع، وعندنا الدو اللي هو مطلق. هذا هو اللي هو يكون اصابعك، يعني انت تبدي بآلة العود من الوتر الثاني، فتبدي بالاصبع الثالث اللي هو دو، هذا الاصبع الثالث، ومن ثم تنتقل الى الري، هذا الري مطلق، يخرج من عنده الري، يخرج من عنده المي والفا، ثم ننتقل مي وفا، ثم ننتقل الى الصول مطلق. شوف تلاحظ كل شخص مطلق عنده كأنما ابناء اثنين، ثم ننتقل الى الصول ويطلع من عنده اللا والسي، ومن ثم الدو، الدو ايضا يطلع عندنا، يطلع عندنا الري ويطلع عندنا المي، اوكي، ويطلع عندنا الفا، شوف يطلع عندنا ري ومي وفا، وايضا يطلع عندنا الصول، هذا الصول، وايضا بعد موجوده عندنا بالخطوط الوهميه. لكن احنا نريد كمبتدئين يهمنا هذا هسه في البدايه حتى نقدر انه اس كي، يعني سكول اللي هو السلم، نذهب من الدو الى الدو ونرجع بالعكس. اكثر من مره نتمرن 10 مرات 15 مره يوميا راح تلاحظ الاختلاف في موضوع حركه الاصابع. اتمنى انه فدتكم، وتحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدورات الموسيقيه، واهلا وسهلا بكم، وتحيات زياد هادي، مع السلامه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.